انا ولد ميسترو محاول الحسين الشيبان، خدمت مع الوالد ديالي 41 سنه. راه كان الوالد في الاول قبل ما يدخل الفن راه كان في الحرب العالميه ما بين فرنسا والالمان، وراه جابوه للدار البيضاء لبيرباعوش، قالوا له غادي تضرب الجامع محمد الخامس. النصارى ديك الساعه قال له اش من السبب بغيتوا تضربوا الجامع محمد الخامس؟ قال لهم اودي نتوما المسلمين ديالكم قتلوا الكلاب مرباوهم في الجامع ديالنا، وبغينا حتى حنا الكوبانيه ديالك غادي تضرب الجامع، الكوبانيه ديالك غادي تضرب الجامع بالقرطاس. قال لهم يكون ما يكون، قال لهم انتم كديروا خدمه اليهود ما فيكمش النصارى، علاش انا نضرب الجامع؟ الناس جاوا يصليوا يا عبد الله يصليوا بالنهار الجمعه، نمشي انا نضرب الجامع. لا يكون ما يكون ما نضربش الجامع. بقات له 15 يوم ولا ثلاثه وخرج كيت لارمي. قال لهم انا ما بقاتش خدمه معاكم، عطوه باش واش عطوه قايد باش يجلس بلاصتو ما بغاش. قال لهم ودي فاش قلتوا لي ضرب الجامع انا ما بقاتش خدمه معاكم. ودخلوه شهر ديال الحبس وشربوا له الملحه، شربوا له الملحه ثلاث ايام، والخير اللي داروا فيه عطوه الكاميو حتى لزاويه الشيخ. وفاش رجع عليه راه دا البندير بعد الحرب العالميه، راه بنهار الحرب بالليل الحيدوس، راه كيديروا الحيدوس بالليل. من تما نتعلم من بعد فاش سلام الحرب العالميه خلاص رجع، خلاص خرج كيت لارمي في الدار البيضاء، سمح بلان تريت خرج رجع لهنا وكيدير الحيدوس، وكيمشي مع الخياله، كيمشي مع الخياله تينزل من الخيل مع التبروريضه. فاش يرجع ويدير الحيدوس عاوتاني ويطلع الخيل ديالو عاوتاني ويمشي مع الخياله، ومن بعد عاوتاني غير يهبط ويدير الحيدوس. وكان الحيدوس ديك الساعه غير داير هكا، الحيدوس ما وجهش عند الناس، راه هو اللي فتحوا باش يمشي باش يوجه عند الناس باش يشوفوا الناس بدا يتفرجوا، وما كان غير كيدور والرئيس كيلعب في وسط الحيدوس، راه داير بحال زيرو وكيلعب في وسطه. واني من بعد خصو يفتحوا للجمهور بدا يتفرج الجمهور، هو اللي دار هادشي من عنده، ودوك التعليمات اللي كيدير بليد الاشاره ديال اليد وداك الشيء من عنده، الهيبه من عند الله. راه ريق اللي سمالو الميسترو فوال ديزني. فاش جوجات لالا مريم فاس مشينا معاها في طياره واحده لوالد ديزني، راه الوالد ركب عندهم في الدوزيام ديال الطياره الفوق. فين ما مشى كيجيب الشهاده، فين ما مشى. سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه كيبغيه للضياف ديالو في المغرب، وكنمشي معاه انا صغير عندي 12 عام، كيقول لي رد البال عندي راه مازال انت، راه انا غادي نكبر ولا نموت، ولا راه انت اللي غادي فعلا، راه انت اللي غادي تشد الفرقه. انا وصاني على الناس قال لك ما عمرك تقسح الناس في الثمن، اللي صفت عندك غير سير ما تتوا معاه ما والو، داك الشيء اللي عطاك وشدو، وانا اللي كتمشي معاهم ما كتوا معاهم كيديروا اللي بغاو. ايوا الحمد لله الله يطول عمره، راه لاباس حتى دابا ما كيضرو شي حاجه سوى غير الكبرانية وصف، هو كبير ما كبير غير الله. أبا يا ميت ستشوي يا ميت ستشوي.